رغم كونه طرفا في اتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في مارس آذار المنصرم، لم يتردد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتقاد الإجراءات التي تعتمدها الدول الأوروبية لاستقبال اللاجئين. الاتفاق الذي دخل حيز تنفيذ الاثنين يلزم أنقرة باستقبال المهاجرين الوافدين من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية، وضعوا أسلاكا شائكة لوقف مرور اللاجئين إلى أراضيهم. نحن لا نفهم كيف مات الكثير من اللاجئين في بحر إيجا، ولكن المؤكد أننا قمنا بإنقاذ أزيد من 100,000 شخص من البحر. أنقذناهم بسفن خفر السواحل ونحن نواصل هذا. اتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية يقضي كذلك بإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم وإرسال مقابل كل سوري مرحل من الجزر اليونانية إلى الدول الأوروبية شرطة أن يكون مسجلا في تركيا، حيث وصل عدد السوريين المرحلين إلى تركيا في إطار عملية التبادل الأولى إلى 72,000 شخص.